أنهم أهل السنة الذين يأخذون بالسنة وهي طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم. والسنة تعني هنا تعني القرآن وتعني الأحاديث الصحيحة، ما كان عليه الرسول كما قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحاب. هذه السنة، هذه السنة، سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي القرآن والأحاديث الصحيحة، هذه السنة. نعم.